حاج فكري. ايوه ما تصحصح كده. بقولك ايه؟ ايه؟ تيجي ننزل الشارع نتخانق؟ لا. طب تيجي نلعب طاولة على فلوس؟ ماليش مزاج. طب مزاجك ايه طيب؟ قول لي ايه اللي يفرفشك وانا اعملهولك. تنده لامك. مش بايدي ده ابو سعيد. ابو سعيد؟ ابوك من فين؟ ماشي يا عم اللي تشوفه طالما ده هيريحك. شوف انا ربنا اداني الصحة والعافية وما كانش في حد يقدر على ابوك. انت هتقول لي بس ربنا بقى ما بيديش كل حاجة، حرمني من الخلفة لحد ما ربنا رزقك بيا. ايوه ربنا رزقني بيك انا وامك وفرحنا وقلنا ليه لا، ما اللي ربى زي اللي خلف، وعمرنا عمرنا ما حرمناك من حاجة. يعني انا مين اللي جابني دلوقتي ابو سعيد؟ جيت في حلة ولا في صندوق ولا في جواب ولا في ايه بالظبط؟ بقولك ايه، ما تدوشنيش وخش ادوش امك جوه وخليها تعمل لي شاي. الله يرحمها. هعمله انا. لا انت 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 تنزل تجيب بسبوسه. هو ده هو ده اللي عادل المزاج. ايوه تجيب بسبوسه ونشرب شاي واحكي لك على اصلك وفصلك كله. هوا. وانت امك تيجي وتبطل فرجة على ام التلفزيون ده يا حسن اخش اكسره واكسرها هي كمان. ها دي ملصوقه انا كده لما تدلع اخناك. تعالى فريحه خد الكوبرتي. انت حلوه من غير خنفان. والحلوه زياده بالخنفان. ايه دي بابا التايه بيغطوك فيها بالكراكوب. وماله كشك ده ليه؟ ليه هو انا كان اكبر من كده؟ ده اللي جت 4 متر في 4 متر.